كابتن محمد اجل حضرتك، يمكن انا دايما قبل ما اروح للحظات الفرح والانتصار لازم اجيبها من البدايه. فريق لعب دوري بكل شرف وتكاد تكون بتلعب بدون اجنبي الدوري، وتخسر في مباراه فاصله و3-2 في الاشواط، تروح على الكاس نفس الكلام، الخصم بيلعب باثنين اجانب جايبهم مستخدمهم خصيصا للبطوله، ولكن بتخسر برضه بشرف، وتروح بعد كده تاخد قرار حضرتك تقعد مع الاداره تروح افريقيا. جيب منين القرار ده يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القرار كان متاخد قبل خساره الدوري والكاس. انت عارف النادي الاهلي لما بيجي جالنا جواب من الاتحاد هنشارك ولا، تم العرض عليا انا طبعا وافقت، المجلس الاداره بناء عليه خد الموافقه. مش ممكن قرار مجلس اداره انا ارجع بعد خساره اقول لا مش هوافق مش هشارك، لا كان عندنا طبعا الجرأه. وعايز اشيد طبعا بالموقف الانساني قبل ما يكون اي موقف يعني من قائد كبير زي الكابتن محمود الخطيب. بعد ما خسرنا الكاس تاني يوم عزمنا على الفطار احنا وفرقه السيدات، مش عايز اقول لك قال كلام ايه يعني لو لا الكلام موجود. لا انا عايز اتوقف هنا يا كابتن، يعني انتوا خسرتوا الكاس النهارده المباراه الفاصله وخسرتوا بقى بيه الدوري طبعا، وحضراتكم راجعين حضراتكم تلقيتوا اتصال من كابتن محمود الخطيب، لا اديني ليلتها ليلتها ليله الخساره من الكابتن خالد العوضي، فرقتك مع الكابتن محمود الخطيب في النادي بكره على حفله على فطار. انا مش عايز اقول لك الكلام اللي قاله كان تاثيره قد ايه على عليا وعلى اللعيبه. قال لنا ارفعوا راسكم فوق، انتوا بقالكم 20 سنه متسيدين اللعبه، بقى لنا 4 سنين تقريبا ما خسرناش ولا بطوله، لما تخسر بطوله او موسم او اي حاجه لازم ترفع راسك فوق. انا حسيت ان هو بيكلمني انا فعلا انا كنت يعني طبعا الناس كلها كانت متضايقه طبعا، لكن انا بشكره. الجلسه كانت ده الفطار. بالظبط كده بالظبط. انا بصراحه اتبسطت جدا من انسانيته قبل ما يكون قائد زي ما بقول لك كده، حس بينا كلنا، حس فعلا ان احنا كفرقه متعوده على الانتصارات، وقف جنبنا جدا وقال لنا هتروحوا افريقيا ان شاء الله وترجعوا. الحمد لله يمكن هي دي كانت نقطه فاصله للعيبه، اللعيبه كلها حطت في دماغها الكلام دوت. وبص يا كابتن بيعدي على لاعب بيسلم عليه بايده، يعني كان ممكن يخش يقول سلام عليكم، لا ده عدد على لاعب ولاعيبه طبعا. مش عايز اقول لك بقى الكلام بقى طبعا بتاع الاستاذ فاروق العمري والباشمهندس خالد مرتجي واعضاء مجلس الاداره كلهم بصراحه وقفوا جنبنا بعد الخساره قد ايه. الحمد لله ان احنا قدرنا نعوض ببطوله كبيره جدا صعبه جدا في تونس مع الترجي. رحنا قبل البطوله ب4 ايام تقريبا، عملنا معسكر كان اللعيبه في قمه تركيزها وفي قمه اصرارها على التعويض. الحمد لله يعني كانت هنا النقطه دي بالذات اللي هي الاجتماع ده كان فارق نقطه تفاصيل بصراحه. يمكن حضرتك بتعزي ده ان القرار كان متاخد من الاول والنادي الاهلي ما بيرجعش في قراره. لا 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 مش عشان بتخسر بطوله، وهذه دي عبقريه النادي الاهلي. لا يعني لو جيت السنه اللي فاتت لا مجلس الاداره كان في ظروف معينه ما رحناش بطوله افريقيا، كانت في رمضان وكان في كورونا وكان ظروف فرقه ما كانتش مساعده، كان ما لعبناش بطوله ماتشات قويه كتير، فاتخذ مجلس الاداره قرار ان احنا ما نروحش السنه اللي فاتت فمش هنرجع فيه. السنه دي خدنا قبل ما نخسر الدوري والكاس هنروح افريقيا، او رحنا افريقيا الحمد لله. دي عبقريه الاداره.